مرة جديدة عم بتأكد طرابلس أن مدينة المحبة والعيش المشترك، عاصمة الشمال يلي عاشت بالسنوات الأخيرة اقتطال مذهبي وحوادث أمنية، عم تخلع عنها الصورة وتأكد من خلال النشاطات الرياضية يلي عم تشهدها بالآونة الأخيرة أن مدينة الطلاق والسلام. فللعام السادس على التوالي نظمت جمعية معا لبنان نصف ماراثون طرابلس الدولة تحت شعار بنركض للوطن كتحية للجيش اللبناني. فثقافة الرياضة يلي تطورت كثيرا بالسنوات الأخيرة تجسدت مرة جديدة بشوارع وطرقات المدينة. وهيدي هي طرابلس اليوم، إذا أشخاص علقوا مع بعضهم ما تتصور طرابلس كلها أنه مدينة إرهابية خارجة عن القانون. نحن اللي بنتمناه أنه دائما النشاطات الرياضية تعمل المدينة، ودائما الرياضة هي اللي بتجمع. أكثر من 26 ألف مشترك من كل الأعمار ومن 25 دولة ركضوا بسباق النصف ماراثون لمسافة 21 كيلومتر، إضافة لسباقات ذوي الاحتياجات الخاصة، سباق الأطفال والمرح. ورسالة الجميع كانت واضحة جدا. خلينا نتعصب للحب، خلينا نتعصب للخير، خلينا نتعصب للسلام. بدينا نبسط ونلعب لأنه حاجتنا حروبات بقى وملينا، والله ملينا. نركض للجيش اللبناني، لكل الجيش. حيوا الجيش اللبناني. لكل الشهداء. زيد على الماراثون مشان نقدر الجيش على تعبهم الحلو. نحن بحاجة لشيء يجمعنا، وأكيد هيدا الماراثون عم يوحدنا. طرابلس هي حاضنة للجيش ومدينة السلام. إن شاء الله بتضل طرابلس هي عامرة بجيشها وبشعبها القوي إن شاء الله. وأنا كثير بحبك يا جيش وبحبك كثير يا وطني. الله يحميك يا جيشنا. يا هيك المدينة يا بلد، إن شاء الله على طول بتضل هيك. كلنا اليوم بشارع لنمشي لنركض سوا ولنقول هيدي هي طرابلس وهول هن أهل طرابلس. الماراثون أكيد بيهمنا نشارك فيه لأنه بدون أبعاد سياسية بيجمع كل الطوائف وكل الأديان وكل الانتماءات. إذن مرة جديدة أثبتت طرابلس أن مدينة الحياة وليس الموت، مدينة العيش المشترك للطائفية، مدينة الحب وللكراهية، وأن مدينة رياضية بامتياز.